ازيكم يا حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنعمل كلب برضو تاني. كان في افلام الكرتون الجميله اللي احنا يمكن بنتابعها وبنشوفها، وهو شخصيه الكلب في فيلم شيرمان اند مستر بيوبادي. اوكي، الكلب ده جميل قوي، الفيلم ده جميل جدا كمان. تعالوا بقى نعمله. هنجيب اللون الابيض، هو كان لونه ابيض. بفضل برضو زي ما عملنا في ماكس اللي في سيكريت لايف اوف بيتس وذا جرينش، هنعمل برضو التكويرة بتاعتنا دي لحد ما نوصل للشكل ده. تعالوا نحط على الترابيزة مستر بيبادي. الكلب ده بيتميز ان بقه او الجزء اللي تحت ده كان كبير، كان منفوخ جامد يعني. فانا هفضل اعمل فيه كده وهضغط على ده، ووشه كان طويل بالمنظر ده. هو كان لابس نظارة، كلب كده مثقف ولذيذ، وهو الفيلم جميل قوي وفي حاجات تاريخية حلوة. هنيجي الحبة الأخرانيين دول هنشيلهم، ويلا نظبط الراس كده بالمنظر ده. ماشي 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 ماشي، أهو ماشي. كل الكلام ده حلو. أفضل أدوس من هنا عشان الجزء ده يبقى بارز لقدام قوي. خلاص، ويبقى احنا كده عملنا قورة الكلب، الجزء اللي هو القورة اللي فوق دي، وادي البق بتاعه او الجزء بتاع وشه اللي هنا دوت، والعينين هنعمل حاجة بسيطة قوي كده هندخلها لجوه، وهجيب اللون الاسود وهحطها له. خلي بالكو مستر بيوبادي بيلبس نظارة، فاحنا هنعمل له نظارة، فعشان كده هحط عينه من دلوقتي جوه. ادي واحدة وادي التانية، خلاص. وهنعمل النظارة بالمرة، وبالمرة هنعمل المناخير اهي. مناخيره كانت كبيرة على فكرة بالمنظر ده. انا هفضل اكور ده كده اهو. ماشي، طيب فين النضارة بتاعته؟ هنجيب برضو اللون الاسود، وهنفضل بقى نلف اللون الاسود ده على ايدينا لحد ما نخليه حاجة رفيعة قوي بالمنظر ده. بصوا، انا عايزه رفيع جدا عشان انا هعمل نضارة مدورة اهو، رفيع ارفع من كده. يلا بينا، ارفع ارفع ارفع. يبقى محتاج افك دي كده، ارفع من كده ارفع من كده ارفع من كده. تمام، هعمل بقى هلفها كده خلاص، ونلف النضارة من الناحية التانية بالمنظر ده. النضارة بقى حبيبي خلونا كده نخليها رفيعة اكتر، اهو 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 اهو، رفيعة جدا. انا عايز ارفع حاجة تقدروا توصلوا لها بس ما تتقطعش. بصوا بصوا انا وصلتها لايه. طيب تعالوا بقى هنلفها من هنا حوالين العينين اهو اهو بالمنظر ده، حوالين العينين. هي صعبة شوية بس لما هتتعمل صح هتبقى حلوة قوي. نرفع دي برضو شوية كده. حاولوا بقى وصلوها لي من هنا. النضارة صعبة بس لما تتعامل صح هتبقى عليه جميلة جدا. اتمنى يكون عجبكم مستر بيوبادي، واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة المرة الجاية. باي باي.